في ناس كتيرة يمكن بتتابعنا دلوقتي ربما ما تعرفش انه الجزء الاكبر ان لم يكن جميع القائمين على مبادرة ابدأ هم من شباب مصر وأعمار الحقيقة حركة تستغرب. يعني إحنا حتى في الإعلام لما مثلا بنبقى عايزين نتواصل مع حد فيهم عشان نطلب منهم يكلمونا عن المبادرة بنلاقي شباب في العشرينيات بيكلموا والله يا أستاذ إسلام وبيقولوا لحضرتك تحس إن هم بيكلموا فاهمين كويس جدا الصناعة فاهمين كويس جدا إحنا مشكلات والتحديات اللي عندنا إيه وعندهم خطط وفيجن عندهم رؤية صحيح يعني شباب واعي جدا. هؤلاء هم النموذج اللي بتقدمهم الجمهورية الجديدة صحيح ده اللي كنت هسأل حضرتك عليه انه ده ازاي ممكن ناخدهم كنماذج للمستقبل لانه اصل كلمة العامل المصري كمان مش بالضرورة بس هو العامل الفني او الايدي العاملة اللي هي الايدي العاملة بالظبط او الكبار في السن طبعا لا احنا بنتكلم هنا على كل الفئات من كل الاعمار يعني النهارده المسؤول عن صندوق النيل الصناعي هو شاب يتحدث بهذه الطلاقه وهذه اللباقه وهذا الحضور والمعلومات وهذا العرض الجميل اللي كنا مستمتعين به النهارده بيتكلم على 2.5 مليار جنيه هتطرح في البورصه للشفافيه وبالتالي ستكون الارقام اضعاف هذا الرقم في فترات قريبه. بذن الشباب مش في الصفوف الخلفيه، الشباب هو من يدير هذه الدوله وهو طاقة هذه الدولة والطاقة الكامنة الموتور اللي بيدور عجلة الانتاج زي ما بيقولوا. وهنا بقول بقى ان يعني انتهت فكرة من يبحث عن وظيفة مكتبية او وظيفة يعني يشعر فيها بالرفاهية او يعني قاعد في تكييف. لا، هؤلاء الشباب لديهم مشروعات، هذه المشروعات هي مستقبل مصر ومن يبحث عن صناعة مستقبل عليه ان هو ينظر لهؤلاء وانه يتعلم الدرس والنموذج. هو ده اللي احنا بنخرج بيه من مثل هذه المناسبات او الاحتفالات او الافتتاح. حاجة تانية الحقيقة برضو انا يعني سعيد جدا بان هذا الاستثمار واحنا بنفتتح هذا المجمع الصناعي ان هو الاضخم وهو سيكون بداية لسلسلة مشروعات عظيمة وكبيرة وكذا. من يتحدثون عن الصناعة من يتحدثون او من يريدون ان يقتصر حديثنا عن الجمهوريه الجديده مشروعات طرق فقط، لا، مشروعات طرق الان نحن نحصد ثمار استراتيجيه رئاسيه على مدار 10 سنوات اشتغلنا في البنيه التحتيه على اعلى مستوى وبالتالي هذه يعني احنا فهنقدر دلوقتي نجيب المستثمر المحلي وهنقدر نجيب المستثمر الاجنبي وهنقدر نقول له تعالى ولو انت عملت مصنعك في المكان الفلاني عشان التكاليف او البنيه التحتيه فانت هتقدر تكون مربوط بالقاهره او بالعاصمه او باي محافظه تانية ولدينا ده بقى موجود دلوقتي ولدينا خريطه استثماريه واضحه لدى الدوله بالزبط. بنطرحها لدينا اراضي احتياجاتنا ايه؟ اراضي جاهزه لدينا كيف نوفر يعني مساله السلع اللي احنا بنستوردها مسألة سعر الصرف وما جرى خلال الأيام الماضية صحيح البعض شايف ان ده تحدي كبير جدا علينا كمصريين في حياتنا ومعيشتنا لكن هي دي ثمار هذه الإجراءات ولولا هذه الإجراءات لا يجرؤ مستثمر انه يدخل السوق المصري طبعًا. يستثمر امواله طبعا اصل حاله عدم اليقين اللي ممكن تبقى موجوده عند اي مستثمر عمرها ما هتجيبه يعني مش ولو هو موجود هيطلع بره لانه ده يعني الف باء طبعا الاستثمار طبعًا. وفكره الطمأنينه